مرة تانية بتيجي بعض الأخبار مش بس كمجرد خبر لكن كمؤشر حقيقي لما قبل وما بعد. بالتأكيد محدش يقدر ينسى أنه من أول ما تم إطلاق أو تشكيل لجنة العفو الرئاسي في المرة الأولى في أثناء وكانت على هامش إحدى مؤتمرات الشباب، شفنا قد إيه الصدى الكبير والحقيقي، وكنا بنقول إن واحدة من نجاحات مؤتمر الشباب هو لجنة العفو الرئاسي وتكوينها وتشكيلها بالأساس. لانشغال الجميع ولظروف كتير ولتغير الوقت وتغير الظروف، لجنة العفو الرئاسي شعر البعض إنه بيفتقدها. حصل بقى إعادة إحياء لهذه اللجنة وإعادة تشكيل لهذه اللجنة وتجديد الثقة في بعض أعضاء هذه اللجنة عشان توصل لنا رسالة جديدة بتقول إنه هذا الملف ما هوش من الأمور المسكوت عنها، وإنه مسألة العفو الرئاسي عن بعض المحتجزين على ذمة قضايا أمر يجب أن ينظم، وإنه فكرة حرية التعبير وآفاق أوسع لممارسة العمل الاجتماعي والسياسي والأنشطة المختلفة لأي مواطن مصري ده مقبول جدا ومقبول، ومفيش أي مبرر لوجود بعض الناس محتجزين لفترات أطول من ذلك. لجنة العفو الرئاسي استقبلها الجميع كالعادة بالترحاب الشديد، وهي كانت إحدى قرارات هامة جدا أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش أو أثناء احتفاله بإفطار الأسرة المصرية. الجميل بقى واللي لازم أفكر حضراتكم بيه إن إفطار الأسرة المصرية كل سنة بقى حدث مهم تصدر فيه قرارات مهمة حقيقي، يعني بيبقى فارق. السنة دي بقى 16 قرار أهم من بعض، لكن إذا سألتني إيه أكثر القرارات شعبوية هقول لك لجنة العفو الرئاسي، العفو عن المحتجزين. سواء كان ليك شخص قريب منك تعرفه، زميل ما تعرفش، مالكش حد تعرفه، الموضوع ده بيلمس حاجة إنسانية كده بتبهجنا، وتوقيتها قبل عيد الفطر المبارك مبهج برضو. احنا سعداء جدا ومتشرفين، واعتقد ان هو كمان واحد من الناس اللي تم تجديد الثقة وتجديد يعني وجوده داخل لجنة العفو الرئاسي، الزميل العزيز والدمث النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي. سيادة النائب مساء الخير، وانا عارفة ان انت مسافر وبتكلمنا من عبر المحيطات. مساء الخير عليك وكل سنة وانت طيب. مساء النور دكتورة دينا، تحياتي لحضرتك ومشاهدي الكرام. فعلا يعني شرفت دايما ان اكون مع حضرتك. اولا عاوزين نسال السؤال التقليدي اللي انت بتتساله تقريبا في اليوم 50 مره، بس اعتقد ان الناس اللي مش متابع فكره تفاصيل عمل لجنه العفو الرئاسي هيبقى عنده اسئله كتير. هل لجنه العفو الرئاسي هي لجدوله الاشخاص اللي اصلا من المفترض ان يتم اطلاق سراحهم، ولا لإعادة دراسة بعض القضايا اللي كانت معلقة من الأساس؟ يعني بالتأكيد أن فلسفة وجود لجنة العفو الرئاسي بالأساس هي توجه الإرادة السياسية رئيس عبد الفتاح السيسي في استخدام صلاحياته الدستورية في العفو عن الشباب المحبوسين في قضايا هي بالأساس كانت قضايا وفقا لأحكام الإجراءات القانونية، يعني قضايا صحيحة في مجملها، التحرك فيها أو الإجراءات اللي تمت فيها إجراءات وفقا لأحكام الدستور والقانون، لكن هناك إرادة سياسية أن يكون هناك نظر في هذه القضايا حتى يتم الإسهام في خروج هؤلاء الشباب وعودتهم إلى المجتمع ودمجهم بشكل طبيعي مرة أخرى. الحقيقة انه اللجنه في نسختها الاولى واثناء عملها قدرت انها تسهم في الخروج العديد من الشباب، والحقيقه كان لها انجازات كبرى في هذه المساله. مع اعاده تفعيل اللجنه وفي تشكيلها الحالي وضم عناصر جديده داخلها في تطلع كبير، وزي ما حضرتك تفضلتي في المقدمه هذه واحده من اكثر القرارات شعبويه واهتمام، لانه مع وجود عفو رئاسي لشباب في مقتبل العمر ووجود اراده رئاسيه بخروجهم يعني واندماجهم في المجتمع مره اخرى، ده بيسهم في حاله من الارتياح المجتمعي وبيستقبل بحاله من الارتياح الشديد في المجتمع، وبالتالي هو جزء من حاله السلم المجتمعي. فبالتاكيد احنا يعني مع اعاده تفعيل اللجنه تحركنا بشكل كبير في تلقي
حالات الشباب المحبوسين. والحقيقة تم توسيع دور اللجنة بمسألة في غاية الأهمية ومسألة ذات بعد واهتمام ليس مجتمعي فحسب وإنما أيضا على المستوى حتى الإنساني، وهي مسألة الغارمين والغارمات، إن دي أصبحت من اختصاص عمل لجنة العفو الرئاسي. والحقيقة أنا شخصيا شعرت بالفرحة الشديدة إن يكون عندنا دور في الإسهام في هذه المسألة، لأنه مسألة الغارمين والغارمات هي مسألة من الأمور اللي من الناحية الإنسانية والمجتمعية بتشكل يعني هم كبير زي ما سيادتك قلت، يعني هي فعلا سلم اجتماعي بشكل كبير. طيب يأتي دور السؤال الثاني، وهو إيه شروط العفو الرئاسي وإيه الشروط الأساسية اللي اللجنة بتحطها عشان حتى يتم النظر في بعض القضايا؟ الحقيقة أن اللجنة يعني منذ إنشائها بعد المؤتمر الوطني الأول للشباب وهي اعتمدت على معيارين الحقيقة لا يختلف عليهم أحد، بالنسبة للشباب المحبوسين اللي لم يرتكبوا أعمال عنف أو لا ينتموا لتنظيمات إرهابية. دول الحالات أو المعيارين الرئيسيين اللي احنا بنعتمد عليهم، لكن مع إعادة التفعيل ويعني خلال الفترة القادمة قد من خلال مناقشات واجتماعات لجنة العفو الرئاسي قد نضع معايير جديدة أو إضافية أخرى نستند إليها. وأيضا في مسألة الأولويات الحقيقة أنه لجنة بالتأكيد هيكون عندها، وحتى من الخبرة السابقة هيكون عندها وضع يعني رؤية شاملة حوالين الآليات وحوالين القواعد اللي هيتم الاستناد إليها في بالنسبة للشباب المحبوسين. وإضافة لها المهمة الجديدة اللي تم إضافتها وهي مسألة الغارمين والغارمات. فإضافة لده كله الحقيقة أنا مهموم لملف آخر متعلق بالدمج المجتمعي، إنه إحنا ما لا يقتصر دورنا فقط على خروج هؤلاء الشباب أو الغارمين أو الغارمات من السجن، وإنما يمتد هذا الدور إلى الدمج في المجتمع، لأنه الشباب اللي اتحبسوا دول فقدوا عملهم، اتفصلوا من الجامعة، يعني غيرها من المسائل اللي محتاجة مننا مجهود في دمجهم في المجتمع. وده دور مش هنقوم بيه، يعني مش بس دور سياسي على كاهل الحكومة أو المسؤولين في هذه الملفات، وإنما أيضا أعتقد المجتمع المدني عنده دور كبير في هذه المسألة. وعندنا بعض الجامعات الأهلية والمؤسسات اللي بتعمل في هذا المجال، مجال الدمج المجتمعي المفرج عنهم، وأعتقد أنه يقدروا يلعبوا دور أعظم وأكبر خلال المرحلة القادمة. يعني أثمن كل هذه التفاصيل اللي بالتأكيد واضحة جدا في ذهنكم، لكن برضو عندي سؤال فضولي كده. متأكدة أنه وصلكم مئات من الطلبات لدراستها ولإعادة النظر فيها، هل في حد أقصى للمفرج عنهم؟ وهل في جداول زمنية محددة يعني نقدر نقول أنه مثلا ربع سنوي التقييم، ولا كل ما اللجنة بتنتهي من كشف بيوصل لسيادة الرئيس وبيبتدي يعيد النظر فيه؟ يعني آلية وأعداد الناس اللي ممكن لجنة العفو الرئاسي توصل لهم وتساعدهم، إيه اللي بيحكمها وإيه اللي بينظمها؟ يمكن لجنة العفو الرئاسي شكلت فحسب منذ أيام، وبالتالي هي كل هذه المسائل التنظيمية هي بالتأكيد هتكون خاضعة للدراسة والبحث لدى اللجنة عند اجتماعها، وهيوضع من خلالها رؤية شاملة حوالين طريقة العمل بشكل منظم بما ينعكس بأكبر فعالية ممكنة للجنة، وحتى تضارب فكرة الوقت في القدرة على إنجاز أكبر عدد ممكن من الحالات في أسرع وقت ممكن. وده الحقيقة اللي يعني اللي لدى كل أعضاء اللجنة من اتجاه ومن رؤية ومن إرادة. يعني خليني أقول كده، عندكم أول اجتماع بكرة سريع بما يسهم بوجود يعني أكبر عدد ممكن للخروج في أقرب وقت ممكن. يعني أخيرا عندكم اجتماع الأول بكرة، هل نتوقع قائمة قبل العيد ولا ما تلحقوش؟ يعني إن شاء الله الأمور كلها بإذن الله يعني هتكون محل بحث في القدرة والسرعة على إنجاز. إحنا بالفعل يعني في عدد من الشباب خرجوا ونتوالى ثمار عمل لجنة العفو، لكن كمان دي امور احيانا بتكون مرتبطه بالعديد من الاجراءات. يعني قرارات العفو بتصدر وبيتبع ذلك اجراءات قانونيه
فالاجراءات دي في بعض الاحيان وفي بعض الحالات بتاخد بعض الوقت، فده مرتبط شويه بالاجراءات القانونيه اللي بتتبع صدور قرارات العفو الرئاسي. انا بشكرك شكرا جزيلا وبعتذر عن الاطاله بتصحبكم الكثير من دعوات المصريين واهالي الناس اللي بيتم النظر في قضاياهم. كل التوفيق ليك سيادة النائب ولاعضاء اللجنه، وبشكرك مره تانيه على مداخلتك.